يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يتوظف في البنوك الربوية، ولكن بشرط أن يكون بعيدًا عن المعاملات الربوية، ولا يكون في قسم الفوائد وغير ذلك من المعاملات الربوية، وإنما يكون محاسبًا في قسم من الأقسام الأخرى. هل هذه الفتوى صحيحة؟ لا، هذه الفتوى غير صحيحة، لأنه متعاون مع البنك، ولو كان بوابًا أو فراشًا أو مراسلًا، ومتعاون مع البنك. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو يخدم البنك ويقوم بخدمته، فهو مشارك له. نعم.